عيد هو حجر ورقة. بابا كسرك لبابا الأورجينال هو وألماس ولأنا وذهب التقليد. أوكي نعلي إيه كيفكن؟ نتمنى تكونوا تمام يا أحلى متابعين. وأنا يا مامي بدي أقول لهم مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اشتقت لكم كتير، رجعت لكم بفيديو جديد. أنا ألماس، تذكرتوني؟ هلأ ماما رايحة تاخدني على اللقاح. دهوبة مالها معنا لأنه مرضانة ومقربة كتير، فأنا كتير خايفة بدون دهوبة واللقاح. إذا بتتذكروا بالفيديو الماضي رحت لأخذ اللقاح بس ما لقينا. ادعولي إن شاء الله ما أتعذب كتير. أنا شايفينها هي تبع اللحشة كتير بحب أكلها وعدعدة ومسمسة. يا لطيف شو بحب هيك عذب بهالعرباية، بتعرفوني صرتوا مو هيك؟ أصدقائي حطولي لايك واشتركوا بالقناة إذا لسه لهلا ما اشتركتوا، بدي أزعل منكم. اشتركوا بالقناة وحطولي لايك، وأنا كتير بحبكم. خليكم معنا لآخر الفيديو لأنه في شغلات كتير حلوة ومسلية وممتعة. هيك قولي قولي، وصلنا وصلنا يا أمي. شو خايفة؟ الله يوفقك يا ماما، خليكي حاملتيني. انا بحس هيك بالحضن الدافي معي، لا تتركيني هيك ليكي والله قلبي مقطوع. يا اصدقائي ادعولي ادعولي، الله يحميني ويحمي كل الاطفال اللي مثلي. وهلا هيك سطحوني مشان اخذ اللقاح. يا حبيبتي يا ماما، وانا وخايفه عم تمشطيلي شعراتي. الله يخليلي اياكي، يا نور عيوني انتي. هي الماس مشان المتابعين دائما يشوفوكي حلوه. يلا هلا الممرضه رح تعطيكي اللقاح، افتحي تمك، هاد نقطتين بتتموا بس. يم 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 يم، والله ما بعرف شو طعمته، يمكن مره شوي بس ماشي لحالها. شوفي ماما ما بكيت ما بكيت، انا شاطره. يي شلحوني، يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك تكون معي. اي هيك اول وحده ما حسيت فيها مامي كثيرها، الحمد لله ما وجعتني اول وحده، انا شطوره وقويه. اي هي وجعتني يا ماما. يا لي ماما يا لي ماما. هون انا تركت الموبايل والله وما عاد عرفت شو اعمل، وحملتها لألماس والله وزعلت كتير وبكيت كتير. فانتو حطوا لنا لايك، واللي لسه ما اشترك يشترك بالقناة مشان ألموسة. شوفوا يا حرام شو زعلت وتعذبت، احنا بنحبكم كتير. خليكن معنا لآخر الفيديو، في شغلات كتير حلوة، لا تروحوا. يا ماما خديني على البيت، تعبانة انا تعبانة بدي نام. حطوني نقطتين بتتموا بس وقبرتين، الوجع كتير حبيبي كتير توجعت. سلامة قلبك يا ماما، سلامة عمرك يا عمري. عمري الدموع ما على قلبك شر، يلا الحمد لله. ماما طلعي فيني سلامتك. احنا رايحين على البيت بدنا نشوف اذا الجو حلو، ناخذك انت ودهوبة. لا انا بدي اروح نام، الله يوفقك يا عيوني. ثاني هون والله ما في، خمس دقايق وألماس كانت نايمة. وصلت على البيت وأخذت الذهب لأني وعدتها أخذها على الحديقة وهي كانت مرضانة. ورايحين أنا وماما رايحين على الذهب على الحديقة. أي والله تركنا ألماس بالبيت نايمة لأنه تلقحت وتعبت، تركناها مع تيتي وجده. وهلأ دهوبة لأنها مرضانة وضايق خلقها حابة تغير الجو، فلبسنا طالعين على الحديقة. وصلنا عالحديقة وقريبة كتير عالبيت. عندي ذهب كتير رقيقة ولطيفة وكتير هيك ناعمة، دغري بتمرض دغري بتقرب. والله قضينا هالشتوية كلياتها مرض، يشفيها ويشفي جميع الولاد. هاي المارشميلو ذهب كتير بتحبها، جبت لك هاي هالمرة أحمر. هاي الشوكولا انتي بتحبيها على فريز، ورجيني. صحة وهنا يا عمري. انا با هون امنا لعبنا شوي وتسليت ذهب شوي وبدنا نخلص على السريع السريع ونرجع على البيت مشان الماس.
مثل ما قلت لكم اذا لسه ما حطيتوا لنا لايك حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه لك الله وتابعونا لاخر الفيديو. لسه الفيديو ما خلص، في عنا شغلات كثير حلوه فضيت المرجوحه جد. رح ارجع اعرفكم، ذهب عمرها 4 سنين ونص، هلا هي عم تدرس حضانه، والماس عمرها هلا صار 6 شهور 7 شهور هيك شيء يعني. احنا من سوريا عايشين بتركيا، هلا رح تشوفوا مقاطع صورناها بعد اسبوع تقريبا. هلا صار وقت فقرتنا المعتاده، نشتري شغله اورجينال وشغله تقليد نقارن بيناتهم ونشوف الفرق. خليكم معنا رايحين نجيب برينجلز الاورجينال والتقليد. رح نشوف شو رح يطلع لك شو رح يطلع لألماس. رجعت لكم من جديد يا احلى متابعين، حطيتوا لي لايك لا تنسوها بحبكم كثير. هلا رايحين على الماركت رح نجيب برينجلز. انتي شو بدك؟ حسيتني قلبي رح تطلع لي الاوريجينال لإلي، ما تقولوا لدهوبه. هاي بابي الله يخلي لنا اياه، عم يدفشني دهوبه عم تفتح الباب. الله يعطيك العافيه يا عيون اختك. مامي مامي ليك طلعي لفوق، ايوه هي الحمراء، هي برينجلز الاصلي. هون انا والله بنفس الماركت ما لقيت التقليد، فزت على ماركت ثاني ضليت دور 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 كمان ما لقيت. تشوفوا كيف والله تعذبت كثير بالقصص. بعدين هلا برجع بروح على ماركت ثالثه، بفتل 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 وبدور. تركت ذهب والماس مع ابوهن عم يستنوني وانا فزت على السريع لدور. هلا بهي الماركت لقيت نفسي على فكره وارخص، بس رديت فزت على ماركت ثالثه وبلشت دور. ليكا واخيرا لقينا، في عنا نكهتين، عنا هاي تعي ناخذ هاي. لا 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 كنا لقيت واحدة نفسها هاي نجربها هلا. وهيك جبنا البرينجلز الاورجينال والتقليد، بس احذروا شو نسينا الورقة والقلم، كيف بدنا نعرف مين الاورجينال ومين التقليد؟ شو رأيك انت بتلعب انت وذهب، انت بتلعب عن الماس حجرة ورقة مقص؟ عشان مين بيطلع للاورجينال مين التقليد؟ بالعاده بنعمل قرعه مين المقص. يلا ذهب لعبي انت وبابا. ابا حجره ورقه مقص. بس بدي اقول لكم شغله عني، انا اخلاقي براس مناخيري اللي بعصب. اسمعوا اسمعوا هالزعقه، انا ما دخلني بابا كسرك. لبابا الاورجينال هو والماس، ولأنا وذهب التقليد. واو ما قلت لكم انا حاسه انه رح يطلع لي الاورجينال. يلا كل واحد يفتح. الله حيه بابا، الله حيه. يلا خلصوني يا جماعه طعموني، لطفتوا قلبي. والله شهيتوني شي هالريحه الحلوه شي بشهي. اي مامي الله يرضى عليكي ساعدي دهوبه ما عم ينفتح معها. ضيفيه شكرا. طيب يا دهوبة ذوقي واحدة من هون وواحدة من هون. بابا ذوق واحدة من هون وواحدة من هون. بابي ذوق 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 ودوقني بعدك. ذوقوا الماس. ايه ايه لا تنسوني، اسمعي كلمة ماما ذوقني. ذوقوني. هاي من انو؟ تبع ذهب؟ شو يا جماعة؟ كأنكم نسيتوني، أنا هون، أنا هون ذوقوني، بدي ذوق، بدي أبدي رأيي، بدي آكل، طعموني. ليكو بين فستق عم يتضيفوا أنا لا. الحمراء، البرينجلز الأورجينال الأصلية. ده هو بأنه حبيتي. ذوقوا ألماس. لك الله يخلي لي اياك يا ماما، ما بحن على العود غير اشرب، دووني، اسمعوا الكلمة. تبع الماس. كمان هالمرة طلع معنا الاورجينال. ايه ايه طبعا تبعي اطيب. اطيب. وهيك ذهب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة. باي باي. وانا باي باي الماس. باي باي.